يا خلاص شكرا. طيب عمري كم؟ عمري 35 سنة. وانتي من وين؟ أنا من الخرطوم، اتولدت فيها وتربيت فيها. طيب وهسه انتي في الخرطوم ساكنة وين؟ والله أنا ساكنة في مدرمان حاليا مع ناس أمي وأبوي. تمام. طيب انت قريتي جامعة؟ أيوة، أنا درست جامعة الخرطوم وتخرجت منها سنة 2008 من كلية الآداب، وبشتغل حاليا مدرسة. طيب ممكن برضو تكلميني عن العائلة بتاعتك؟ أيوة، زوجي عمره 39 سنة، وعندنا ولد واحد عمره زي سنة ونص. اوكي تمام. طيب وانت الآن شغالة شنو؟ وأولادك شغال شنو؟ والله أنا شغالة زي ما قلت لك قبل شوية مدرسة في ثانوي عالي، وزوجي محاسب. طيب وانت عندك اي اخوان ساكنين برا السودان؟ أي عندي أخويا الأكبر مني بيشتغل في السعودية وهو مهندس، وعندي تاني أختي واحدة أصغر مني وهي بتفتش على شغل في الإمارات، لكن لازم طبعا يكون عندها شوية تجربة. عشان كده هسه هي شغالة مساعدة مدير في أوتيل في الخرطوم. طيب وانتي بتتصلي معاهم كيف؟ مع أخويا البرة هاي عندنا مجموعة طبعا في الجروب، ونتكلم كلنا معانا مع ناس أبوي وأمي وأخواني. طيب وانتي برضو بتسمعي اي اخبار من فيسبوك؟ أي بسمع أخبار من الفيسبوك عشان الواحد بس يواكب. اوكي شكرا. طيب وغير الفيسبوك تاني انتي بتجيبي الاخبار بتاعك من وين؟ أنا حقيقة بحب أتابع أخبار التلفزيون أكتر، فبسمع التلفزيون القومي وبرضو أخبار من القنوات العالمية. طيب بتقري الجرايد اي جرايد؟ والله مش خالص، إلا بس ألقاه كده قدام أبوي بس بقوم بقراه، لكن ما بشتريه لأن التلفزيون بوريني كفاية. لكن طيب ورايك شنو في الحاصل في السودان الايام دي؟ والله الأحداث الحالية دي طبعا هي كبيرة، والواحد لازم يكون متفائل لمستقبل بكرة. الواحد فعلا كان قلقان، وخصوصا إنه في ال10 سنين اللي فاتت دي شفنا مشاكل كثيرة في دول الشرق الأوسط وغيرها، والحكومات الانتقالية واللي هي كان القصد منها التقدم بالبلد والديمقراطية وكده، لكن ده ما حصل. شوف مثلا ليبيا، الواحد كان متوقع إنها تنتهي بحرب أهلية والحاصل فيها ده، وسمعنا ناس حتى بيقول والله يحلى يا الغزافي. ده ما انتهى عدم الاستقرار، لكن إن شاء الله السودان يقدر يحل مشكلة الفترة الانتقالية بصورة أفضل. طيب انت بتفتكري اكبر مشكلة تواجه السودان الايام دي شنو؟ والله طبعا معظم الناس بيقولوا الحالة الاقتصادية هي أكبر مشكلة بتوافق السودان، وأنا بوافق بوجهة النظر دي، لكن برضو أنا عندي وجهة نظر أبعد من كده، وبفتكر التغيير المناخي هو أكبر تهديد للسودان، وشفنا كيف كان تأثير السيول والأمطار في السنة اللي فاتت وكيف أثر على اقتصاد المحاصيل بصورة أو بأخرى. وحتى لما تحصل زي المشاكل دي في البلدان اللي بنستورد منها برضه بتدخلنا في مشكلة. أعتقد إنه من الأفضل الناس تستثمر في اكتفاء الذاتي عشان ما نحتاج لأي دولة أخرى، وبرضو أحسن نستثمر في الطاقة حتى نحمي نفسنا من تقلبات الأسواق العالمية ونضمن مستقبلنا الذاتي. طيب وانت بتفتكري في قصة الكورونا الكوفيد أكتر دولة اتعاملت بصورة جيدة، يعني دولة اتعاملت بالكوفيد بصورة بوزيتيف؟
والله بعتقد انه نيوزيلندا هي الدولة اللي اتعاملت مع الكوفيد بصورة كويسة جدا وبصورة جيدة، وما سمعنا الا كل الشكر لرئيسة الوزراء النيوزيلندية في تعاملها مع البانديميك ده. لكن هسه هم ما عندهم كورونا خلال الشهرين اللي فاتوا، وكمان فتحت منافس عادية جدا مع استراليا. وانا برضو بفتكر ان نيوزيلندا لانها بعيدة فما يزول بيقدر يصل، عشان كده سكانها ما كتار والمرض ما لقى فرصة انتشار. وانا كمان سمعت ان عندهم مواشي اكتر من الناس، عشان كده هي بلد ما مؤهل سكانيا يعني، لكنهم يعني المرض مشى يعني عندهم اسهل من اي بلد تانية الحمد لله. طيب، حاجة تانية بخصوص التطعيم بتاع الكوفيد، كان انت عندك طريقة تاخد التطعيم بتاخديه؟ بالتأكيد أنا بعيد التطعيم وبأمن بفعاليته، لكن أمر مؤسف إنه بعض المواطنين في الغرب رفضوه، ما عارفين النعمة اللي هم فيها. والله أنا أتمنى أن يحظى السودان بالتطعيم المكثف، ولو إني قلقان علي أمي وأبوي، لأنهم سمحت إنه التطعيم في أنواع من التطعيم أحسن لكبار السن من غيره. طيب، وانت بتفتكري يعني شنو عن بريزيدنت بايدن، الرئيس الامريكي؟ والله بفتكر انه بايدن طبعا انسان اذكى وادرى من الرئيس السابق ترامب، وخصوصا انه بايدن كان نائب رئيس في فترة سابقة، عنده افكار كثيرة كويسة جدا لامريكا، لكني ما متأكدة هل حيقدر ينفذها ولا لا. كل ما اتذكر تسمية ترامب لي وبانه جون نايم، وبكل اسف يعني انا شايفة هنا ترامب عنده وجهة نظر، لأني ما لغاية هسه ما سمعت بأي خبر كده يعني عالمي أو شديد بالنسبة لبايدن، لكن أتمنى إنه يحصل الكثير غريبا وأتمنى له التوفيق. طيب، وانت بتفتكري انه بايدن أثر في قصة العنف بين إسرائيل والفلسطين؟ والله أنا شخصيا بشوف إنه ما عمل أي حاجة، عشان كده كان ده رأيي فيه سابقا لما قلت لك قبل. بايدن يجب عليه إنه يصلح كثير من الأمور وكثير من القضايا. أشوف في قضية فلسطين وإسرائيل دي توري إنه كيف الخلافات العالمية ممكن تخلي الرئيس يعاني وما يقدر يقول أي حاجة. وأنا في رأيي بايدن ده كان زي عايز المشكلة دي تختفي أو تتحل براها.